يقولون زينه ما عليك منهم يا ابو حساد حساد يقول ايش حساد يقول ما يرمى الا ايش يقول مدح ردي مدح وانا ابيه الله اكبر يقول قناعته كنز لنا يقول لك يخاطبني تجل مود السخر من حق السيمهري فاخشى ان اكون له مجيب نعم يزيد سفاهة فازيد حلما كعودا زاده الاحراق طيبة عكس هذا اقرا تكلم عن البصمة ما عليك من كلامهم يا ابو مسلم ما اتكلم الا اكايدهم ايوه والله تكفى تكفى طالبك بقصيدة التصاريح هذه طالبك بقصيدة ابو مسفر عطهم بيتين عطهم بيتين سبوا وقولوا قولوا فيني اللي تقولون كلامكم احدى دواعي سروري شاعر ومطنوخ وجزل ومزجون واهم حاجه اكعمك في حضوري بعادي ورا شيء عشان تتكلم بس حضوري لا تعال حبيبي تعال هو الموتر موتر موتر وراك الموتر وراك ادخل من الباب يا لا 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 والله انها فكره مرحبا استراح يا رجال وش رايك في العرب دوره عندكم هنا عندي تصريح بقول احنا ولا ايوه ايوه عادي ما عاد في شيء خلاص طيب ايش رايك يا ابو مس اولا انا ما تابعت بروفايلك بس سمعت الاخبار والله يا اخي هذا الدليل انك انسان واعي وقاعد تحترم وقتك نعم ايوه والله وقتي ثمين والله اني استغليته بكتابه 5 ابيات لصالح البرنامج ايوه طلبين مني والله انك فعلا ترى علي الكلثمي كان وقت بروفايلك راقد ففعلا في ناس قاعدين يستغلون وقت هذا لكن حسب استغلال رائع جدا الحمد لله الله لك الحمد انا نمت والله كل قعدت اكل نمت شوي انا قلت قبل سابقا اطلب منهم يمددونها زياده ما تكفي ساعه والله ما تكفي لكن انا سمعت هاني العنزي ايه حسب كلام الشباب لي يقول انها انتقدني في بصمتك او شيء انا اكون لهاني العنزي كل التقدير والاحترام والله ما ادري ايش اقول انا خايف من لساني انت من الصف الاول انا خايف من نفسي والله انت ما شاء الله عليك تراك من الصف الاول لكن اكل كل تقدير واحترام واحب ثعلبته هذه واحب تقلباته لكن على ان ابو وجه عفوا اقصد ابو شوق على ان ابو شوق ابو شوق يا رازي صديق جميل وكويس ومرت تستنبتيك الحمد لله وشي عادي ما عليك زود أبو لكن يقول سلطان الهاجري أسلم شي يقول سلطان الهاجري يقول طول عمري ما استمع من ضعيف الراي راي ولا طمعت بديك خيبر ولا بدجاجته العداوة شي عادي تجيني من أعدائي من نسج نفس العداوة عرفت انساجته وان كلاني مخلب من مخاليب أصدقائي كل طاعت صيته في طرج عجاجته وان ثناها مرة ثانية جعلها فداي انتبه ولا يسوهج على سوهاجته أفرده وذوقه لمستين من عصاي وأدبه تديب طفل على دراجته لين ينسع ناد راسه يذكر مستواي ينتبه ولا يسوهج على سوهاجته في نظرها الناس ما لوله وهو هاي هاي ومدوج ما بعد فاق من دواجته أبكنا لو أشرب البحر ما يقطع ضماي وانت مثل الطب يسحب تحت عجاجته ونعم هذه قلت طهاجري هذه ردي يعني بسيط على لخاني ونعم لا لا وافي خلاص رد محتاج بروفايلك أنا لا لا أنا مستحيل أروح بروفايلك فيصل مستحيل هم يجون يجون هنا أحيانا والله احنا هنا في بروفايلك ماينص فيصل لا 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 تكفى أنا تعدني عن بروفايلك طريقة فيصل فيصل شفت الحلقة انت ما شفتها صح ما شفتها ولا شفت هاني يتكلم صح انه في كلام وصل انه قاعد مثلا انه يطقطق اللي وصلك الكلام او شيء بس هو قال هو ما توقع انه مثلا التقديم ذا البصمتك من فيصل هو كان ينتظر منك افضل هو شوف هو نظرته انه يشوف انه كان يمديك تقدم افضل هو يمكن ما حط طريقه انه مثلا تقرا على قوله قال يمكن قاعد يقرا 8 دقائق هذا وجهه نظره اوكي بس هو ترى مدح يعني فيك قال لان انا توقعت افضل من كذا سببه مدحه ومدحه ما نبغيه ما صراحة. يعني هو وجهة نظر بالعكس هو مدح ولا مدح صراحة لكن أشوف نفسي بصمتك أنا مستانس من نفسي شوف والله كانت كويسة وأخويا أصدق أخويا يوم تفاعلهم معي وجهة نظرهم أنا هذا يكفيني بغض النظر عن ما احترقت إذا ما سبني هاني فهذا الحمد لله هذا هو ما سب ما سب بالعكس والله العظيم هذه غنيمة هو رزق الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله السلام يا رجال الحمد لله ربغى يحتوي قبل شوي الحمد لله السلامة أمور زينة أبشرك طيب توصل لا لا اليوم شبك لو صار انك بتقدم بصمتك مره ثانيه فيصل
عن السلام ونفس الموضوع ونفس الشكل ونفس الأداء بالضبط. أي هو كان يقول ليش إنك تقول اللي عنده مداخلة يطول؟ ها؟ يقول ليش تقول اللي عنده مداخلة يطول؟ أنا ما قلت كذا أبداً. هذا افتراء منه ترى. افتراء منه. أنا حتى ما أذكر إني سمعته لكن قلت يمكن أنا يعني سهي سمعي. هذا دليل على يعني تدويرة الزلة مني. لكن أنا أقول له ماني ملزوم في إرضاء خلق الله. ورضا ذاتي أهم ما يلزم الذاتي. واللي من لساننا يدور الزلة خله يدقق في يومية سنباتي. يدقق في سنباتي لا يدقق في بصمتي. لأن بصمتي ما عليها كلام. والله إني صاد. لا طلعت يفتح سنباتهم بيقول حكي. سنباتها موجودة وجوال فيصل طبعا شغل 24 ساعة. أعرف يوزر. نعطي خبر يعني الأخ محسن. طيب يعني هذه ما قلتها أنت اللي عندهم داخل يطول. أبدا هذا افتراء منه. بالعكس أصلا اختصر. أخ شيء اعتذر. أنا أقول مدى الشباب اختصروا لكن. هذا وليد احنا نحبك واحنا هو ايه داخل على هدف النقد هو داخل يبي بس كذا يبي يعني ينتقد كذا انا عارف قصدك انه بس بيتكلم يعني بيتكلم على حتى لو كان يكذب بس وفعلا كذب وقال اللي عنده قبط بس هو فيصل كمان قال شيء وللامانه صدقت وجه احمد مشاركات مش الشباب انا رفضتها صراحه لكن باسم هو اللي اجبرني عليها قال افضل لك خلي الشباب يشاركون قلت انا ابدا بالشباب يشاركون بس عشان اختصر الوقت قصد ايوه انت اصلا كان عندك كلام ما قلته والله عندي كلام طويل ما قلته اختصرت لكم انت براحتك واضفت عليها مثل الشيء لو الكلام هذا ويقول بعدين الكلام ما له دخل في ايه هو قال ذا الشيء قال انه المقاطع الاناشيد حق البنات ما انا واثق ثقه تامه لا لا مو الشيء عن الوطن ونفس ارواح عن البنات كان الكلام عن السلام صح ايه بس هو يقول البنات يتكلم عن البنات انا واثق ثقه تامه انه ما شاف بصمتي هو حلف لك انه ما شاف بصمتي لكن سمع كذا وجا بس بدرع هل تقصد ان هاني العنزي مدزه جدا جدا ايش معنات مدزه يعني مع ال اي ذكر لا قصده دزه مع الهجوس اتوقع انه حتى ما يتابع يمكن يجي هنا يستشي وش صار اليوم ايه في هذا خلاص هاني اتكلم فيه اسب على طول اتوقعنا يا ربع انا والله قلت لكم مثل قلت لكم حكمه لكن ما ادري ايش بلاكم ما هل تعتقد ان هاني العنزي مدزه انا قلت لك دزه مع الهجوس طبيعه لي طبيعه بموت ما جست عنها هذا هاني تعتقد ان هاني مدزه شغله اسمع جعل ربي يرضى عليك اسمع يا شباب انا والله بنصحكم رجال مجرب رجال عاش لحظات سوداء وبيضاء وخضراء وزرقاء وحمراء فنصيحه والله قلت لكم مثل قسم بالله عظيم يتمثل في حرفين اثنين كل ما جت امر ذا اوس بس توختنا صح كذا نظام هذا اسلوب غير جيد للحوار والله هي عاد اذا رجل كلمني بشكل كويس انا تمشي معه بشكل كويس انت كنت مشحون يا ابو محمد والله مشحون ماني مشحون والله كله بر مشحونين 24 ساعه ونقدم ونلقى انتقادات وكل شيء نسوي كأننا ما نسوي إلا شيء سيء ما في حسنة ذكرت هذا اللي خلاني هذا يسمى النقد البناء أيوة بناء لا والله يكسرون المجاديف والله نسوي شيء ما حد يسوي بريسك 24 ساعة طب أقول لك شيء لكن جمهورك ينتظرك ما عليك من النقد أنا صراحة أتمنى المشكلة أن هذا جمهور ما يشوفون الساعة دي والله ساعة ما سوى شيء ما سوى لا أستنى جمهور ما يدرون إيش رأيك في اللي ما في يوتيوب أثناء السوالف دائما يحب يقول وأنا أحب أقول وأنا أحب هذه لازم توكيدية هذه إيش رأيك في هذا ما أعرف شخصا والله ما أدري عشان ما لا يعني قصده وأنا أحب أأكد يعني هذه بين قوسين إيه يعني هذا إسقاطات يعني هم ينتقدون حبيبي هذه لغة الصم صح؟ حبيبي لا مو لغة الصم إيش هذه كوتيشن مارك حبيبي يا ولدي أنا عارف بس عند الصم ما عندك لا مو بعند الصم إيش ما يعني الصم ولا الصم هذه معناتها أنت الحين إذا تكتب تبي تأكد على شيء يعني تحط تحت خط أو تحطه بين قوسين يا ولدي أنا أعرف منصور منصور أتكلم أبو علي كذا معناته إنه بينع ها علامتي تنصيص اسقاطات بالعاده تكون هنا تمام بس هذه الحركه ألو. هل هي لغه اشاره ان شاء الله ما شفت تلفزيون والله ما ادري واضح ان فعلا تاثير 24 ساعه خلاك تفتح مواضيع معنا سنه تفضل وليد انا اتمنى من جسمه البروفايلك تنتقدون زياده خاصه على شخصي واقول انا والله اني صادق يا رجال ما تنتقدون للنادي والله العظيم اني اسعد انتقادهم قسم بالله يمكن هو يحسب اني قسم برب الكعبه اني سعيد جدا تسعد ليش؟ حتى شباب ما يدعوني يقول فيصل روح كشفهم كذا قلت ابدا بالعكس هو سبني بيض الله وجهه جمال الله حاله طيب والله فاله هو ما سب ايش يعني قصدك فيصل تدور السب؟ لا ما ادور لا ما ادور السب انت تصير مثل هاني لو ثعلبه تعرف ثعلبه؟ ثعلبه يعني المهم لا والله ما ادور السب بس انا ادور السب من اشخاص معينين يعني مثل هاني هذا فعشان مثل ما قلت لك ما بعيد اكرر تصبر ودي ما تحاول انا
يا رجال سر سر طريق في دربك امورك زينه امور غامه يا ابو ممتعض من ما بدر من الشباب في بروفايلك هذا المساء. لا لا, لا ما تبعد من امتعاض عشان امتعاض يقول لانه اول شيء يعني هو حسب زعمه انهم لم يشاهدوا الحلقه اوكي على الاقل هاني يقول انه ما شاف الحلقه وهاني مدزه وهاني كذب عليه عرفت كيف وقال انه يعني لو اتيحت الفرصه ان يعيد بصمتك سيعيدها بحذافيرها بحذافيرها نعم بكل شيء فهذا صدقو. يعني تلخيص ما ذكر مفواجهك مفواجهك هذا تلخيص ما ذكر الأخ فيصل أنا أستغرب امتعاض الأخ فيصل لأنه هذه مو أول مرة ينتقد النجم الكبير فيصل بن كربة عادي جدا المفروض هذا تكون من ضمن سلسلة الانتقادات تأخذ الجميل وتترك السيء ولم يخلق لإرضاء الخلق نعم يلا مشاك تكفى والله يا سبقت وجه احمد دون سبق ثوبي الله يجزاه بالعافيه طيب الان ما ذكرنا فقره مؤتمر الجمهور اعتقد انها ستبدا بعد قليل يبدو انها رحلت للغد غدا الجمعه حبذا لو نقوم ونصلي ويقعدوننا بدل ما هم يقعدون نعبي هواء يقعدون نصلي لا لا الا الله لا 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 والله المفروض يجي قاعد اخي انا صاحين من 11:30 وحاطين لي ثلاث اذانات ظهر بالله يا عقل هذا كل يوم اصحى شباب يعني ثلاث ايام في الاسبوع ظهر انا اعدل اصحى من 11:30 عزيب عبد الله ما بيمشي شباب رجل من 10 في الليل من قال لك انام 10 الى 10 الاصل اذا دخلنا الغرفه انك نايم حتى انت جزاك الخير معود الفراش انك اذا مشيت تحط بدارك مخدات اليوم تخيل جاي منظم سعد منظمين صحونا يا محسن يا محسن ليه نومه خفيف على طول من متى صالح صحي وعبد العزيز من متى يا محسن يلا يا محسن اليوم اطلع من غرفه مشوا يلا صلاة بتخاف مشوا واطلع من غرفه الملابس اطلع الى حط مخدات مكان لا موجود ولا حاجه والله انا حطها بالعرض يا اخي ما حطيتها بالطول بس ما ادري يمكن عشان هذا دائما كذا تحط مكانك اشياء ما ادري ليش يشوفون انك انت خف هل انت تحس ان في احد بيغتالك تبغى تجي زي المسلسلات تحط البطانيه كذا ايش يعني لا شوف مرات انشر ملابس فوق هذا عشان ما في منشر فيمكن تكون هي المنتفخ يا اخي اتكلم عن سريرك يا اخي اي تحط تحته وتلحفها عشان اذا بتنشر ملابسك تحطها بالفنايل بعد تغطيها ايوه عشان ابرد السرير يوم بدخل المكيفات تعفن تعفن وانت معفن خلقي اصلا الله يخليك من عبد الله ما شاء الله والله يبي يطلع 24 ساعه ودعناه الظاهر بعد يومين بس انا وانت بالبث كنا طالعين يا شاب هاي ثاني مره كثرتوا علينا ان شاء الله ترى مره ما تحمل اقسم بالله اليومين هذه نودع واستقبل مشكله نجوم يبدوا يروحون يا اخي ما يصير يا اخي اي والله احنا بس نستقبل نزرنا بس نستقبل شغلتنا بس نستقبل نودع هذه شغلتنا هذا مش ماغي لا مش ماغي